رجعناكم في بزنس سبور، ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة. بعد ما كان بحثينا سوفيان وسعاد دونك حكيوا على التجربة امتاحهم مع الجامعة التونسية للرياضة وللجميع. رجع بحثينا سي جلال تقيا رئيس الجامعة. مرحبا سي جلال. مرحبا بك. مرحبا. مرحبا رفيق من جديد. مرحبا. كنا قبل الأخبار كنا نحكيوا على الرياضة للجميع، نحكيوا زادة على الجوانب المالية الاقتصادية، لكن زادة مهم جدا أنه قبل ما نحكيوا على الجانب التسويقي والديجيتال والعالم هذايا اللي لازم الجامعة التونسية للرياضة للجميع انها تواكبوا لتسويق التظاهرات والملتقيات اللي تقوم بها. خلينا نحكيوا شويه على الميزانيه وتنميه الموارد. سي جلال، والله احنا كجامعه الحقيقه مقتصرين على وزاره الشباب والرياضه وميزانيتها. الحقيقه انا اعتقد انه قاعده تصاعد معنى التنسيق حسب التظاهرات وحسب اللي احنا كل سنه شنو التظاهرات نقوم بهم. ثم تظاهرات وطنيه، تظاهرات جهويه، وثم عن التكوين والرسك بطبيعه الحال هذا تيتا تروا كما كل الجامعات. للامانه باش نكون معنا صريح، الحقيقه ناخذوا تقريبا في 80-90% اللي نطلبوه واللي نخدموه السنه الفاتت، وهذه معنا امور عاديه. انا بيدي كنت في الوزاره ونفهم ونفهم كانت الدوله، وتقريبا احنا نوصلوا بين الاداره تاع الجامعه وتظاهرات في حدود تقريبا 300,000 دينار، اللي هو اعتقد معناها ممتاز نظرا اللي كانت عليه الجامعه هذه، وقاعد يعني في تصاعد، وهذا حاجه يكفي معناها يكفي ولا هو كل حد شيء ما يكفي. اليوم ثم يكفي نجم نقول لك لا، لكن يكفي علاش؟ على خاطر ثم ظاهره جديده اللي قاعد نشوفها، انه جمعياتنا عندهم من الامكانيات باش يسوقوا تظاهراتهم، وعندهم من الامكانيات ان هما في جهتهم يعرفوا كيفاش يتصرفوا. وثم زاد الجمعيات اللي عندها صبغه صحيه مع طبيه، ثم نتاع المحيط، وهذوما الكل تلقى وراهم جمعيات اخرى يتكفلوا برواحهم وحدهم، يستحقوا دعم فوالا. وتلقى زاد منظمات وراهم، وزاد حتى وزاره البيئه مثلا ووزاره الصحه قاعدين يمولوا في الجمعيات هذه باش يقوموا بتظاهرات. هم يقوموا بحملات تحسيسيه، لكن الحمله التحسيسيه احسن وسيله راهو الجمعيات هذه هي الرياض، وهذه حاجه ممتازه، وهذه حاجه تحسب للمجتمع المدني، تحسب لوزاره الشباب والرياضه، وتحسب زاد لجامعتنا. ونحن بتنسيق وتعامل معاهم نسهلوا لهم الرياضه، مثلا الماراثونات ولا اليوم مفتوح للرياضه للجميع، معناها يبدا مفتوح اللي عنده حاجه تسويق ولا ثم تو حتى ظاهره جديده اللي يحب يعمل البروموسيون وبيبليسيتي يستعمل في الرياضه. وهذيك حاجه اضافه للرياضه. خاطر في الختام احنا كجامعه تونسيه للرياضه للجميع ما نطلبوش فلوس وما نعطيوش فلوس، لكن بمواردنا الخاصه نحاولوا باش نحسوا المجتمع المدني اللي يشارك في التظاهرات هذه بالمدى قيمه الرياضه، وهذه هي قاعدين نخدموا عليه. من حيث الميزانيه لحد الان نقول انا كافيه، بارك الله فيهم، قاعدة تعتبر بصفة منظمة على حسب التظاهرات نتاعنا وتقاريرنا، ما عنديش ما نقول. والحقيقة للأمانة قاعد في نسق تصاعدي، وهذه الحاجة اللي تتحسب فيما يخص التكوين والرسكلة. بطبيعة الحال احنا عندنا بعض العلاقات باش جبنا ناس تمول وتفكر في الشباب التونسي العنصر البشري، وهذوما الناس اللي جراو انه إطارات الشباب والرياضة ينجم يكون عنصر فاعل في المجتمع، وهذا يهم جدا. اليوم الناس اللي قراوا في الرياضة والشباب وقراب للوزارة الشباب والرياضة عندهم مجال، وانتم شفتم على النجاح الزوز مؤطرين في مشروع مغرومين، مشروع الرياضة للجميع بحومتنا. كان عندنا مشروع أخونا الكبير مع الجمعية الدنماركية، كانوا عندنا مشاريع عدة، احنا حتى في الكوفيد معناها وفرت لنا وزاره الصحه الناس هذوما جمعياتنا معناها ميزانيات باش يوزعوا اكل الكمامات، باش اكل احترام المسافات، تحسيس الناس على الوقايه، هذا كله. وشباب وزاره الشباب والرياضه، نقول شباب المتخرجين كانوا في المستوى وكانوا فريمون حاضرين وملاو وبلاصتهم، بالعكس كانوا عنصر فاعل في مجتمعهم، وكانوا اعطوا الاضافه في عده حملات رياضيه تحسيسيه صحيه بيئيه. واضح. أنا لازمني نختلف شويه مع سي جلال صديقي، مع تباهي الاختلاف في الراي. انا تصور 300,000 دينار ما يكفيوش جمعيه جامعه بالحجم هذايا، وسورتو بالاهداف النبيله هذايا، فما اهداف مهمه برشا، فما بعد جهوي. يعني ميزه ما كنت اليوم تعرف اللي رياضه باب من البيبان اللي يخلي برشا جهات محرومه في تونس تحس بروحها اللي هي موجوده في التابعه للبلاد والوطن هذايا.
دونك انت باش تنظم التظاهرات يلزمك برشا مصروف. انا اعتقد اللي اقل شيء كما حكينا الجمعه اللي فاتت، الجامعات اللي كيما هذوما بالامكانيات ويلزمك عندك ما تنساش حاجه، لا جيستيون لوجيستيك، التصرف، الاداره نتاع اللوجيستيك باش تعمل انت ايفينمون يلزمك برشا ماتريال راهو اليوم، ويلزمك تنسيق، ويلزم ناس تجي، ويلزمك حمايه مدنيه، ويلزمك هذا كل يطلب امكانيات ماديه، قداش بتعمل على التطوع؟ يلزمك تخلص العباد، دونك انا نتصور اللي اقل شيء 500 600000 دينار يخليوا الجامعه مرتاحه اكثر، يخليوها تنظم دورات بتاتر دوليه، خاطر البرانسيب هذايا برانسيب المبدا نتاع رياضه الجامعيه مبدا عالمي، خليك يجوك خبرات باش تعمل تربصات تكوينية. حاجة أخرى، أهمية رياضة الجميع فيه شو قال يحكي على المكونين سي جلال باهي برشا، أنا اليوم نخرج في عشرات ومئات الإطارات من المعاهد العليا للتربية البدنية وقاعدين في البطالة يستناو حتى نادي يحن عليهم باش يخدم مدرب ولا باش يخدم في سال دو سبور. هاو هذا باب من البيبان اللي يمكن للتشغيل لومبلويابيليتي. دونك يلزمك للدولة عن طريق وزارة الرياضة كيف كيف تدعم الجامعات اللي كما جامعة رياضة الجميع باش هو يخدم العباد ويخرج من اطار التطوع يولي محترف عنده سالير وكذا وتعاون برشا الحكايه هذيك. تعاون برشا سورتو زاد كي نحكيو على التسويق للتظاهرات هذيا الملتقيات اللي تبارك الله برشا تظاهرات عنده برشا تظاهرات. دونك لازم خدمه كبيره اليوم، نعرفوا اللي مواقع التواصل الاجتماعي، نعرفوا اللي ديجيتال معناتها العباد الكل اصبحت كونكتي بيه، معناتها المعلومه توصل كم بالديجيتال وغيره. خلينا نحكيو لهنا قبل ما يوفى الوقت، على كان فما استراتيجيه واضحه لكم انتم، كان فما فكره، كان فما مشاريع انكم تكونوا موجودين معناتها بقوه في العالم هذا الديجيتال، وبعدها نحكيو ان شاء الله على التظاهرات المقبله. معقول، هو تو دابور وزاره الشباب والرياضه فرض علينا وفرض على كل الجامعات باش يكون عندنا سيت ويب، وسيت ويب متطور، وسيت ويب يخدم صفه منتظمه، هذا معناها هدف من الاهداف وزاره الشباب والرياضه مع كل الجامعات. في ميزاجور على كل شيء. هذا مع كل الجامعات وان شاء الله تطور، انا اعتقد انه قاعدين يخدموا عليه لقيان في الوزاره وباش يرنوا. اضافه الى ذلك راهو عندنا جمعيات الحقيقه وشباب مش في الجامعه لكن في الجمعيات اللي يعملوا التظاهرات هذه ما شاء الله عليهم. يبهروني ساعات كيفاش يسوقوا للتظاهره نتاعهم، كيفاش يخدموها، كيفاش يسوقوها ويبيعوها. الافكار نتاعهم. افكار وكرياتيفيتي يعني بحاجات جديده. لا ناكد لك ان التوانسه اجور وليزيفينمون قاعدين يخدموا. شوف صحيح كان في تونس ولا في بلد معناها في بعض المدن، لكن نتمنى وان شاء الله الجامعه نتاعنا تساعد الشباب اللي في جهات بعيده. اعتراف اللي ماراثون كان في تونس ولا في الحمامات ولا في سوسه ندخلوا اكثر لتونس. انا نتمنى زادوا ندخلوا اكثر، نعملوا دي ماراثون في الكاف وفي جندو. صحيح قاعدين بعض جمعيات وبعض حتى الشركات خاصه شبابيه يعملوا فك التسلق ويعملوا في زغوان هي اول مدينه واول مجموعه شباب ومؤطرين وتبارك الله تو ناس كبار هما خدموا رياضه الجميع كما يلزم للبيئه، وذاك الموديل يحتذى به. توا نحبوا نقربوا اكثر احنا للمناطق الحدوديه من الشمال الى الجنوب من الشرق الى سمعت الوسلاتيه والكيف، لكن هما الشباب هذا ينقصوا الامكانيات. نحب نضيف حاجه سي رفيق، قال لك الجامعه الميزانيه ما تكفيش. صحيح، اما ثم نداء نتوجه به سلطه الاشراف والسلطات المحليه والبلديه يعاونوا الجمعيات اللي هي تابعه للرياضه اللي هي في جهتها. علاش تلقى ميزانيه حتى الوزاره احنا نسميهم هذوما الجمعيات الصغرى ما تفوتش مليون ونصف، مليون ونصف ما تجيش حق تظاهر ساعات اعاشه واقامه نتاع بعض شباب يمشي لك الجهه هذيك. يلزم ناقفوا مع الجمعيات ونسهلوا لهم الاجراءات خاصه انا مستعد حتى كجامعه نقلصوا من ميزانيه الجامعه ولكن نزيدوا للجمعيات هذوما مثلا جمعيه الرياضه الجامعيه بزغوان ولا في الكيف فروع نتاعنا ولا هما بيدهم يعملوا جمعيات وموجودين تعطيهم ميزانيه انا متاكد هذيك باش تمشي إفادة ليهم هما وللتظاهرات وللمجتمع المدني وللشباب خاصة. واضح، خلينا نختموا بالتظاهرات القادمة، كان فما ديزيفينمون نجم نحكيوا عليهم في دقيقة سي جلال. والله هو التظاهرات ثم عندنا تظاهرات ثم في بنزرت الويكاند هذا 200 كيلومتر مشي وجري تناوب إطارات وشباب لغاية صحية. من يخرجوا من بنزرت يمشيوا لبير مشارقة ويرجعوا في 24 و25، ثم تظاهرة في سيدي مخلوف في مدني في الرياضة والسلام اللي مع خيانة لفارقة إن شاء الله باش يعملوا تظاهرة مع بعضهم باش ينشطوا أنشطة للعائلات المهاجرين والعائلات التوانسة ونقربوهم لبعضهم. ثم عندنا تظاهرة زاد ثم تظاهرة على البحر
ان شاء الله في المهديه مفتوحه الرياضات الشاطئيه، وزاد احنا باش نقفوا مع ان شاء الله مع اللجنه الاولمبيه فيما يخص الفولونتاريا في الالعاب الشاطئيه الدوره الافريقيه للالعاب الشاطئيه ان شاء الله. واضح. رفيق نختم معك. نختم نقول تشجيع للجامعه هذه، الكونسيبت مهم برشا، نشر الرياضه، القيم تاع الرياضه نعملوها حسبه. شنو نقولوا؟ نقولوا قد ما لعبات تلعب رياضه قد ما كلفه العلاج تنقص، قد ما الدويات تنقص، قد ما الستريس ينقص، دونك الدوله رابحه، دونك لازمنا نشجعوا الجامعه الرياضه للجميع، وزاره الرياضه لازم تشجع اكثر، وخاصه على المستوى الجهوي ما نعطلوش التظاهرات الرياضيه، نحاولوا لوجستيا وامنيا وحمايه مدنيه، نحاولوا نعاونوا قد ما نجم. نحب نختم اخر كلمه اللي احنا زاد كيما نخموا في الشباب، انا تو تقريبا اكثر من 10 ولا 12 سنه في الجامعه هذه، بديتها ما نعرفهاش ب 25000 دينار، اليوم ما شاء الله باش نعطيو المشعل لخيتنا، وان شاء الله باش نعملوا جلسه عامه خارقه العاده، جلسه عامه انتخابيه باش نعطيو المشعل للشباب، دعوه مفتوحه اللي يحب يتقدم للجامعه هذه. احنا ان شاء الله في اخر اول جويليه نعملوا جلسه عامه خارقه العاده لتقليص المده النيابيه نتاع الجامعه، المده النيابيه نتاعنا، وان شاء الله في اول اوت ولا اخر جويليه نعملوا انتخابات، والدعوه مفتوحه، وهذه عندكم سكوب، وان شاء الله تسمعوا به وتراوه، لانه اتفقنا كمكتب جامعي حالي فينا برشا عيال، مش عيال هما كبروا، مش نخليو للشباب. مش خلوا الشباب اللي هما ياخذوا المشعل به التداول على السلطه به يلزم لابد، واحنا باش نكونوا سباقين لابد ان شاء الله في الاخر الموسم الرياضي هذا يوفى في جوان، الموسم الرياضي جاي باش تلقى دم جديد وتلقى روح جديده، وكما سمعتوا زوز من المؤطرين، وان شاء الله باش نفتحوا المجال لهم هما، واحنا عملنا في قانوننا الاساسي انه مش لازم الخبره اللي يبدا متخرج معهد الاعلى للرياضه وللشباب يكفي، ينجم يدخل ديريكت للجامعه هذه وياخذ هو المسؤوليه والمشعل، وما شاء الله عليهم يكون خير منا واحسن منا ان شاء الله. يعطيك الصحه جي جلال، بارك الله فيك سي جلال تقيا رئيس جامعه تنصير الرياضه للجميع، شكرا لك رفيق الهرقام عايشك الاعلامي ومعود البرنامج المختص في الاقتصاد الرياضي، شكرا لكم انتم على الاستماع، كيف العاده فيديوهات تلقاهم على شان يوتيوب تاعنا اكسبريس اف ام، شكرا لبرهان في الاخراج، مروان في الديجيتال، كان معكم اسامه كوتي ميكرو، في لمان ليتكم زينه.